مصفر. كيفك جوزيف؟ الحمد لله منيح، انتو كيف؟ نحن كثير منيح بخير، مبسوطين انك انت معنا. انا كمان مبسوط كثير صراحه. لبك شيء؟ اول شيء بس أول هلا شي. يلا هلا هلا بد رح تمشي عادي لانه ما في شيء، في عفويه. ملاحظ انت ما ملاحظ انه في وراء بس ما في اسئله؟ صح صحيح. بقى عادي نمشي دائما هيك. طيب جوزيف، انت جاي تخبرنا قصتك، جاي تخبرنا اختبارك. جوزيف وين كان وين صار اليوم صراحه؟ يمكن بدنا نقول بس انه انت من اي عائله هيك، لان وين كان وين صار خلص. انا من بيت سحليني. ايه. نحن اصلا من لبنان الغربي. اوكي. فخبركم هيك شوي عن طفولتي. طفولتي كانت ما كانت عاديه، بمعنى عاديه صار في كثير قصص فيها كانت شوي صدمه لقلي بوقتها. اول شيء كنت حدا كثير شاطر بالمدرسه، وكثير يعني كنت اطلع الاول حتى بالمدرسه، ولدرجه انه الاساتذه والمعلمات كانوا يقولوا لاهلي انه هذا الصبي رح يطلع، رح يطلع شيء كثير مهم وهيك. وتراجعت ايام وقتها كانت بعدها طالع من الحرب بلبنان وهيك يعني، وبي وقف شغله وهيك، فاضطريت غير مدرستي. فالمدرسه اللي رحت عليها اذا بدك فيك تقول من عمر 9 سنين بطلت اعيش طفوله عاديه. عمر 9 سنين غيرت مدرستي، ولحسن حظي كان عندنا معلمه بتامل بالتقمص. اوكي. اللي صار انه صارت تحكي لنا عن التقمص، كنت صغيره كثير فخفت كثير، خفت كثير من الموت بوقتها. بتذكر ان عمر 9 سنين عم تحكي عن التقمص. 9 سنين 10 سنين تقريبا يعني بهذا الصف. وكثير بكيت بوقتها، ليلتها كثير بكيت، وجربت شيل هالفكره من راسي. سالت اهلي عن هذا الموضوع، ما حدا كان يقدر يجاوبني. اهلك كانوا اكيد مسيحي؟ اكيد. بس ما عندهم، ما عندهم عمق يعرفوا الله. يمكن مسيحي تذكره بيامنوا بس خلص. صح. بيامنوا على 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 قصص يعني تعلمناها مثل 100% كلنا يعني. ما كان عندهم العمق ليقدروا يجاوبوني على هالشيء، كان كثير عميق يعني. هذا شيء بيجي من خلال الاختبار كثير قوي. 100% اللي صار على عمر تقريبا اذا بدك تقول 11 12 سنه، فتح باب الشهوة. بهيك عمر يفتح باب الشهوة شيء كتير، شيء كتير صعب ما فيك تتحكم فيه. صار كان بنت أكبر مني بحوالي 3 سنين، انبسطت أول شيء إنه شيء جديد، وصارت هيدا العلاقة عم تتكرر. كنت مبسوط بوقتها بس ما كنت عارف شو عم يتخزن براسي بوقتها، ما كنت عارف إنه هيدي الشهوة رح تصير شيء جواتي ما قدر أتحكم فيه. اللي صار إنه كمان بنفس المرحلة تعرضت لكذا محاولة اعتداء جنسي من حدا كمان بقربنا يعني، حدا شاب يعني. بوقتها انك تقول لحدا انا عم بيصير معي هيك بتحسها صعبة، خصوصي بمجتمع بلبنان. فقررت انه اتركها لألي، اتركها لألي، وصرت حس انه المشكلة فيي انا. لو ما في مشكلة فيي انا ما كنت بتعرض لحالتين بنفس التوقيت تقريبا. طب بس شغل الحالة اللي كنت عم تتعرض قبل فيها من البنت، لا إلك كنت تحسها تحرش لأنك صغير مش هيك؟ لأني أصغر منها يعني، ما كنت أعرف القصص يعني، هي صارت تعلمني القصص. أوكي. مشان هيك اعتبرتها. أوكي. يعني كنت حدا ما بعرف شيء. كان بريء. أوكي. فتحت عيونه على الأشياء. أوكي. إيه وفتحت غلط عيوني على هدول القصص يعني. وبالنسبة لإلك بركي حدا، لأنه مرات في ناس بعمر 14 سنة بيكونوا عم يحضرونا. راح عن راسل سؤال بدي اسالك شيء بركي برجع. ايه اوكي. وقلت لي انه شخص من عائلتك كمان. صح. حدا قرابي يعني، كانت بعيده بس اللي صار انه بطل في عندي امان بمحيطي يعني، بطل في امان. خوفي زاد، ما بقدر شارك شيء يعني. اذا بالقصص الصغيره وبوقتها تراجعوا علاماتي بالمدرسه يعني، اذا بقصص اهلي ما انهم قادرين كانوا بوقتها يستوعبوا انه هذا الصبي كان يطلع الاول، صار علاماته على الحفه وحتى عم يسقط اوقات يعني. طلع بفلان، فلان بكون مثله. هذا الأساس بيفكروا الأهل إنه هيك عم بيكونوا عم بيساعدوا أولادهم إنه يصيروا منيح. بهذا الوقت بكون هنا عم بيكسرون، لأنه أنت لما تطلع على غيرك بطل إيش حالك، بصير بدك تتعب 100%، بصير بدك داعس لتوصل وبتكل داعسات بنفس الوقت. اللي صار إنه بعمر ال 13 14 سنة قلت لك هذول صاروا الاعتداءات وهيك، فاتت فكرة خوف من الموت، خوف من المجهول. ليه ربط الموت مع الاعتداءات؟ لانه اللي صار معي بحياتي خليني انه بتحس انه الله بده يجازيك تقريبا. مش بس الله بده يجازيني، حسيت كانه انه لو بحبني كان يمكن حماني او دافع عني. حبيت. اللي صار انه
كنت حبه ليسوع بس بجمعة الصيام، يعني بحطه الفيلم بحضره بتأثر شوي برجع بنام. ما كنت يعني ربيان بجو انه لازم اقرا بالانجيل، انه لازم اتعرف على يسوع اكثر بالانجيل. كنت مكتفي باللي بعرفه، مكتفي باللي تعلمته بالمدرسه، مكتفي بهدول القصص. اللي صار انه كبرت معي خوف من الموت، صارت مثل هوس. وكان عندي حلم العب باسكت، كان بوقتها فريق الحكمه كان كثير معروف، وكان بوقتها بتعرف كل شاب اول طلعته بدي العب باسكت. وصرت اتمرن كل يوم، يعني كنت روح مع رفقاتي اللي بعمري وروح مع رفقات خيي اكبر مني بكثير. فاللي صار انه صرت اتمرن العب يوم مرتين ثلاثه بالنهار، وخلص حطيت هذا الهدف براسي انه انا بدي اوصل له. اوكي انا تحطمت كثير بالماضي، هلا انا بدي احقق حالي. طب انا في اسال وبليز انت مش ضروري تجاوب، بس انا دائما بكون قاعد محل كل واحد مشطب، لانه نحن بمنا لك كل واحد خبر شو التشطيب وشو اذا بدك الناس صار تعرف السلاسل اللي الشيطان بلفهم حولنا، بيقول انت مرت، انت مش منيح، انت اذا حدا بيعرف عنك يعني اكيد انت اليوم عندك سلطان قوي قبل ما تخبر انتصارك بيسوع، عندك قوه مش فرقانه معك. صحيح. انت جاي عم تعلن هلا يسوع هالقد بحبني وجسد المسيح اللي هو نحن بنطلع فيك وي هاج يو هالقد بنحبك، ومش حتى ما في تعاطف بالموضوع. في انه هيدا خيي قوي وقع بمشكله، يسوع لك شو رح يعمل فيه رح تخبرنا. صحيح. بس سؤال هون، وقت انت صار معك هول الامور، اذا حدا عم صاير معه هالامور، لانه نحن بكل شيء كنيسه او جسد مسيح هيدا كأن ممنوع ينحكى فيهم هول الأمور، كأنه لازم الحياة دائما تكون كلها غليترينج وهيك، وأنه خلص أنا خطيت ويسوع شفاني، ممنوع تفوت بتفاصيل.